وقال الرئيس السيسي إن مصر كادت أن تضيع قبل سنوات مثل دول أخرى، ولم ينجو أي أحد من المستهدفين في المنطقة إلا مصر. وشدد الرئيس السيسي على أن أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية تمثلت في دعم الأشقاء. كانت بتقف الناس طوابير على محطة الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. ايوه انا، طب انت ما تتكسفش انك تقول كده. ليه بتكسف؟ ليه؟ احنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا، نخلي ايه بالنا من بلدنا، من بلادنا. والكلام ده كنت بقوله كتير في الاول لو تفتكروا، اقول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من الامان والسلام والاستقرار اللي موجود ده، تمسكوا فيه كده إيه. على كل حال، فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الامارات وعارف ايه المطلوب. مش انا قلت له، والله العظيم ما قلت له، انا بحلف، والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الاحمر، فيها البوتاجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين.